السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في افتتاح مباريات الجولة 17 من بطولة دوري روشن السعودي المحترفين هنا في ملعب مرسول بارك، حيث الوجهة هذا المساء بين النصر والتعاون، وقمة هذه الجولة بين الفريقان ليقدمان موسم كبير جدا. النصر الذي يتربع على صدارة ترتيب الجولة أو الدوري قبل انطلاقة هذه الجولة ضد فريق التعاون الذي يبلي بلاء حسنا في هذا الموسم، بغض النظر عن خسارته في المباراة الماضية ضد الفتح هدف مقابل هدفين. هنا في ملعب مرسول بارك وسط هذه الأجواء الكبيرة للغاية وسط هذه الحضور مع هذا الضغط مع هذا الهجوم، تمريرة لكنها بعيدة من لويس لوسات اليمين قبل انطلاقة هذه الجولة. نصر في الصدارة ولكن مع انتصار الاتحاد، وكريستيانو داخل منطقة الجزاء، محاولة برو رونالدو أمام أكثر لاعب، وبعد ذلك تغطية وتدخل وإبعاد الكرة مع وجود حالة تسلل في اللقطة الماضية على كريستيانو. سائل كريستيانو رونالدو غريب على جهة اليمين، لكن تغطية وتدخل وبقى بالهدفين وانتصار كبير للاتحاد. الليلة التعاون في هذه الأمسية يلعب بتشكيل مع الاتحاد، كريستيانو محاولة مرور رونالدو، تسديد الكرة لكنها مرت خطير، الكرة من جانب صاروخي ماديرو وعدت على يمين حارس المرمى. أخطر محاولة نصراوية وأول بداية في هذه الأمسية. العودة للوراء باتجاه مادو، كريستيانو في جهة اليسار، رونالدو يبحث عن حلول، رونالدو أمام تغطية، تشاهد بوتن تكون إثارة أكبر في الدقائق القادمة مع عبد الله الشهري حكم فيديو يساعد النداء ويساعد أيضا ياسر الصف الوراء. كريستيانو رونالدو إلى سلطان غنام، كرة في الخلف تترد مرة أخرى إلى عبد الله مادو، بناء هجمة نصراوية، تغطية وتدخل ميدران كاكو، لمسة أمامية، يحيى يحاول المرور، يحيى بتسديدة لكنها فردية وكان فيها أناني بعض الشيء في اللقطة الماضية، تسديدة جاءت بعيدة لضربة مرمى. بعيد مباراتي الذهاب والعودة على مدار تاريخها في دوري المحترفين، محاولة لا سكر القصيب أو الذئاب، الولفز نادي التعاون، كرة تصل التعاون في السنوات القليلة الماضية، تغير كلي عما كان عليه، محاولة باتجاه غريب يصل كرة غريب مر غريب بكرة، الله الله عبد الرحمن غريب، جول نصراوي، غريب خطفها بروعة كبيرة وأنهاها بشكل جميل، الله اللقطة، غريب يا عيني غريب، النصر يتقدم بالهدف الأول بعد تمريرة في منتهى الروعة ونهاية ولا أجمل ولا أروع من جانب عبد الرحمن غريب. يسجل النصر الهدف الأول في هذه الأمسية بعد 17 دقيقة لعب في ملعب مرسول بارك، وبعد تمريرة من جانب سامي النجعي ضرب دفاع التعاون مرة بروعة من غامدي وحطها بشكل جميل. عبد الرحمن غريب بدأ ليلمع أكثر، غريب يتألق أكثر في هذه الفترة، غريب لمسة ساحرة جميلة من الفنان عبد الرحمن، وبعد ذلك النصر يتقدم في النصر مرة أخرى. مجموعة من التمريرات نشوف فريق شاموسكا بدأ ينتشر على مستوى قاطي من جانبي نواف العقيدي، عرضية أخرى خطيرة وكوناني، وبعدها في اللحظة الأخيرة، حلوة اللقطة الأخيرة، خطيرة جدا لمصعد التعاون على مرتين، مرة أولى من جانب تاومبا ومرة ثانية لمسة فيها تغطية، هذه كرة بعيدة بعد ذلك أمام تغطية تبقى لمصعد كونان، محاولة نصراوية بكرة عرضية خطازي، التعاون يحاول في هذه الأثناء مع كرة عرضية خطيرة لكنها أيضا لمسة تصل إلى فهد الرشيدي تحت ضغط السلام، لمسة نصراوية في جهة اليمين، محاولة بكرة عرضية لكن الدفاع نصر، كرة بالخطأ من الدفاع تبقى لكاكوب بكرة عرضية لكن الدفاع أخره، وبعد ذلك لازال يحافظ على كرته، ما زال تسديدة وكرة مرت بمحاذاة القائم، حلوة اللقطة الماضية جميلة لمصعد علي الحسن بعد تسديدة من خارج المنطقة في محاولة الإبعاد، تبقى نصراوية، سامي النجعي إلى أيمن يحيى، تسديد ميدران لمسة على جهة اليسار خطيرة إلى هزازي، محاولة مرور تغطية اللاعب لكن كرة بعد ذلك فيها تغطية مرور من جهة كأداء فيه جماعية عالية جدا، يظل فريق تمريرة الرد إلى غريب مرة أخرى، كرة أمامية لكنها بدون تركيز، تاومبا كان خطير في كرتين لمصعد التعاون ولكن دون أن يتكن الدفاع لصاروخ موديرا، رونالدو بتسديدة لكنها سهل، مادو لمسة أمامية لكنها بعيدة وصعبة، كاكو بلمسة على جهة اليسار لمصعد عزازي لكن بعيد الكرة، ترك الكرة بعد ذلك لينالدو
وبعد ذلك لحسن كدر في القمة وفي وسط الترتيب لمن أجل مراكز آسيوية. الفارو تغيير اتجاه اللاعب في أقصى اليسار إلى سليمان حزازي، لكن التغطية من جانب أيمن يحيى، وبعد ذلك الكرة تحولت إلى رمية جانبية. رمية جانبية الغامدي في جهة اليمين لمصعة التعاون، عودة للبحث عن حلول غوستافو كونان. كريستيانو غريب، تمريره باتجاه نجعي، كره كادش بتمريره طويله باتجاه فهد رشيدي في مكان خطير، لكن حسن علي الحسن تمريره باتجاه رونالدو، محاوله لكن فيها تغطيه وتدخل من جانب الدفاع، ابعاد الكره في وسط الميدان، صافره من الحكم واحتساب خطا لمصلحه تعاون في حلول. لويس غوستافو على حدود منطقه الجزاء اماميه، لكن التغطيه من جانب تمريره الرديره كاكو خطيره لمصلحه التعاون، كره اماميه فرصه لكن سامي نجعي داخل منطقه الجزاء، خطيره الى غريب، لكن الكره بعد ذلك غوستافو ثم كونان. الجبهه اليسرى النصراويه تمريره هي اكبر من عشاق كريستيانو، كره وتغيير اتجاه اللاعب على جهه اليسار، حلوه على جهه اليسار، الفارو بدران خطيره وكره عرضيه داخل منطقه الجزاء مرت من الجميع، تصل الغامدي محاوله داخل منطقه، فرصه لمصلحه التعاون بكره عرضيه، لكن التغطيه مره اخرى من جانب الدفاع صافره من حكم المباراه بسبب اصابه احد اللاعبين. بالسلامه لفهد الرشيدي، الاحتكاك اللي تم في اللقطه الماضيه وبعد ذلك اصابه لجناح التعاون فهد الرشيدي. مصاب سليمان حزازي، كره الى كريستيانو، رونالدو يبحث عن الحلول بكره خلفيه تصل بعد ذلك الى عبد المجيد صراهم، تسديده قويه لكنها في يد الحارس. حلو اللقطه، حلو اللقطه الاخيره، ياتي اليمين تصل الكره لمصعد سعد الناصر، جهه محمد الغامدي الباحث عن كره عرضيه خطيره، صعبه للغايه، بشاري بوف يحاول تمريره لمصعد غوستافو، تسديده وكره مادو سجل، لكن رونالدو متسلل، مادو سجل لك تاون باب، هدف للنصر تم الغاء بداع التسلل، لكن انتظروا رونالدو يؤكد للجميع انه قرار حكم المباراه. بعد العوده للفيديو، بعد العوده للفيديو حكم اللقاء يشير الى هدف نصراوي، نعم هدف نصراوي كما كان يتوقع كريستيانو رونالدو، مادو سجل هدف النصر، يسجل هدفا ثانيا. احتجنا لي كاكو، كانت من عبد الفتاح والذي بكر، ابو بكر يحاول، ابو بكر يسدد، الله جول، اسد الكاميرون يسجل في الذياب ويعدل النتيجة في الوقت بدل الضايع، مع بداية الوقت بدل الضايع، شوف أبو بكر، أبو بكر حطها، حط أبو بكر حطها على يسار كاسيو، على يسار كاسيو، يبدو لي بأن النصر الآن سينتعش. شوف الكرة من جديد، هل في شيء في وقت حاسم كبير، أندريس أنتوني لركلة جزاء، رأي آخر لكاسيو، لاحظ الكرة، لاحظ اللقطة، وعبد الله عبد الرزاق، الله المدرج الأصفر، يسجل العملاق 3-1، هذا هو حمد الله، وين عبد الرزاق؟ هذا هو عبد الرزاق، إذا سألوا يا عيني يا لعيب، يا عيني يا فنان، يا عيني يا إعصار، حمد الله دائما وأبدا، دائما وأبدا.